مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من منشأة الصحافة وقراءة لأبرز عناوين وتعليقات صحف اليوم المحلية والدولية برفقة الصحفي رشيد الفعم. مرحبا بك معنا أستاذ رشيد. سهلا أستاذة. أهلا بك ومشاهدينا إلى أبرز العناوين المحلية بعد هذا الفاصل. البداية من غلاف الأنباء التي عنونت بالعريض أردوغان في الكويت اليوم لبحث التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية. شكري، مصر تقدر دور الكويت في تعزيز التضامن والتوافق العربي. سنبدأ معك بهذا الخبر أستاذ رشيد. يعني كيف تقرأ اليوم إشادة وزير الخارجية المصري شكري بدور الكويت في تعزيز التضامن والتوافق العربي؟ هي الإشادة لم تأتي من فراغ، هذا ديدن دولة الكويت في تاريخها السياسي ما يقارب 120 سنة من الدبلوماسية الإقليمية والدبلوماسية الخليجية والعربية. دولة الكويت يعني هي كونكشن الأحداث وكونكشن العلاقات وكونكشن حل الأزمات. الكويت كان لها إرث سياسي من ما قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال، لذلك وزير الخارجية المصري يعني لم يأتي بشيء جديد. وزير الخارجية المصري أكد على هذا الديدن وأكد على هذا الدور الذي قامت به الكويت خلال مسيرتها في الأزمات العربية والإقليمية. نعم، أيضا في خبر آخر من صحيفة الكويتية وفيها سمو الأمير ميزان الوطن ورمز الوحدة، ومتى ما دعا القائد سيلتف حوله الشعب. العزب، الحكومة ليست في حلبة مصارعة مع الأمة. تحت هذا العنوان تكتب الكويتية، قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب إن العلاقات بين السلطتين يجب أن تبنى على تدافع لا على تطابق، فلسنا في حلبة مصارعة بل في برلمان يجب أن تحترم فيه كل القواعد الدستورية، مبينا أن الحكومة لديها أدواتها والبرلمان لديه أدواته ويجب ألا تجنح الرقابة إلى تصفية حسابات. وعن الالتفاف الشعبي والنيابي حول الرسالة السامية لسمو الأمير حفظه الله ورعاه والتي وجهها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى النواب، قال إن صاحب السمو وفق الدستور أو وفق الدستور هو ميزان الوطن وهو رمز الوحدة، ومتى ما دعا القائد سيلتف حوله الشعب، لافتا إلى أنه على الجميع أن يعلم بأن هذه هي الديمقراطية، ولكن القول الفصل هو لقائد هذه المسيرة. بالنسبة لهذا الخبر، يعني بالنسبة لتصريحات وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، يقول بأن الحكومة ليست في حلبة مصارعة مع الأمة ويجب أن تكون هذه العلاقة تبنى على التدافع لا على التطابق. كيف تعلق على ذلك؟ بالضبط، يعني هو لابد أن يكون هناك تعاون ما بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية من خلال مواد الدستور الذي حكمت وفصلت التعامل فيما بين السلطتين. الحكومة فعلا ليست في حلبة مصارعة في قاعة عبد الله السالم مع النواب. الحكومة تمارس صلاحياته وفق الدستور والنواب يمارسون أيضا صلاحياتهم وفق مواده. لذلك على نواب مجلس الأمة وعلى الحكومة أيضا قبل من نواب مجلس الأمة وكلاهما أعضاء في مجلس الأمة بصفتهم، يعني الحكومة هو الوزير هو عضو في مجلس الأمة حتى لو لم ينتخب من الشعب، ولكن في النهاية هو عضو في مجلس الأمة. لذلك عليهم أن يكون أن يطبقوا مواد الدستور، يطبقوا ما جاء في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، من أن يكون هناك تعاون وتجانس وتجاذب ما بين أعضاء السلطتين للخروج فيما يخص طموحات الشعب ومصالحه وأماله. فعلا يعني لابد أن يكون هناك تنفيذ للمواد الدستور 60، 61، 62، وأيضا على نواب مجلس الأمة أن يعوا أن هناك مادة واضحة وصريحة وهي الفصل بين السلطات، للحكومة دورها وللنواب مجلس الأمة دوره، بالنهاية يكون الحكم لقاعة عبد الله السالم وهي القاعة التي تخرج منها تصويتات أعضاء مجلس الأمة. نعم، أيضا في خبر آخر في صحيفة الجريدة، وقف تحويل وتجديد إذونات العمالة أصحاب 60 عاما وما فوق يشمل ذوي المهن البسيطة وغير المتعلمين. تحت هذا العنوان تكتب الجريدة تأكيدا لما انفردت الجريدة بنشره في 6 نوفمبر الجاري حول دراسة لجنة تعديل التركيبة السكانية في البلاد عدم تجديد إقامة العمالة الوافدة ذات 60 عاما وما فوق وغير المتعلمة.
أكدت مصادر قيادية في الهيئة العامة للقوى العاملة وقف عملية تحويل ذونات هذه العمالة أو تجديدها إلى جانب العاملين بالمهن البسيطة والذين لا يؤثر غيابهم سلبا على سوق العمل أو غير المتعلمين الذين لا يساعدون في عمليات الإنجاز، بل يشكل وجودهم عبئا على السوق ويزيد الخلل في تركيبة السكانية. أيضا سنقف عند هذا الخبر، يعني لدينا ثلاث فئات من المقيمين على أرض الكويت، من هم تجاوز عمرهم 60 عاما أو من تجاوز عمرهم 60 عاما، وذوي المهن البسيطة، وغير المتعلمين بعدم تجديد إقامتهم أو تحويلها. وإلى أي مدى سيؤثر ذلك على معالجة الخلل في التركيبة السكانية؟ أعتقد أن مثل هذا القرار ومثل هذا التوجه هو يعني يأتي متجانسا مع قرارات ديوان الخدمة المدنية التي أعطت 60 عام للتقاعد أو الإحالة للتقاعد أو 55 عام. الكويتي يحال التقاعد مجرد وصوله إلى 55 عام، والقيادي يعني حطوا له 60 أو 65 على ما أعتقد. لذلك هذا القرار يعني بديهيا ومنطقيا لابد أن يكون يعني مطبق، يعني 60 عام لبعض الأعمال الهامشية والغير يعني غير البسيطة. يعني أعتقد أنه يعني قرار جيد وقرار لابد أن يطبق، خصوصا أن 60 عام أعتقد أنه يعني عمر أو يعني غير قادر على العطاء. غير قادر على العطاء. نعم. وفيما يتعلق أيضا بمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، هل سيعالج ذلك الخلل في التركيبة السكانية؟ إحصائية لإحدى الصحف، والله لا أذكر أي جريدة، يعني في بداية هذا العام أكدت أن اللي عمره أكثر من 60 عام من العمال الهامشيين أو الأعمال البسيطة ما يقارب 65%، وهو يعني رقم ليس بالبسيط. نعم. يعني 65% إذا كانوا 100,000 إحنا نتكلم عن 65,000. لذلك أنا أعتقد أن الرقم كبير، الرقم يحتاج إلى إعادة تأهيل من جديد وتقليص هذا العدد وتطبيق القوانين التي تأتي متوافقة مع القوانين الرسمية للدولة وقانون ديوان الخدمة المدنية الذي يعطي كل عمر دورة ووظيفة، ويفسح أيضا المجال للكفاءات مما يفيد ويصفي مصلحة البلد. أيضا في صحيفة الرأي، معاش تقاعدي بمرتب كامل لمن يرعى معاقا، التشريعية أقرت حق الرعاية السكنية للمعاق الأعزب. تحت هذا العنوان تلفت الرأي أن اللجنة البرلمانية التشريعية أقرت جملة من الاقتراحات بقوانين تخص ذوي الإعاقة، بينها منح معاش تقاعدي بمرتب كامل لمن يرعى معاقا. مشاهدينا، منشط الصحافة مستمر بعد هذا الفاصل. نشر صحيفة نيويورك تايمز خبر الزلزال المدمر الذي ضرب إيران، ونقلت عن مصدر رسمي أن الإيرانيين غرقوا الاثنين تحت الأنقاض بحثا عن الناجين بعد أن ضرب زلزال قوي قرب الحدود العراقية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة الآلاف بجروح. الصحيفة أيضا عززت الخبر بفيديوهات وصور التقطت أثناء الهزة وبعدها، مخلفة دمارا كبيرا في مركز الزلزال. أيضا في الخبر ذاته، زلزال قرب الحدود بين إيران والعراق يقتل أكثر من 400، وما زالت جهود الإنقاذ مستمرة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى، تقول صحيفة وول ستريت جورنال. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.3 كان في إيران على بعد حوالي 20 ميلا جنوب حلبجة، وهي مدينة في المنطقة الكردية في العراق. يعني أستاذ رشيد، فيما يتعلق بهذا الخبر، الزلزال المدمر الذي قتل 400 شخص هي حصيلة ثقيلة في إيران. يعني سؤال هنا يتبادر للذهن فيما يتعلق بالمواقع النووية، هل هي محصنة من هذه الزلازل، وخاصة أن لها آثار تدميرية في حال أن الزلازل أصابتها؟ وهذا هو هاجس حكومات دول الخليج والدول المحيطة في إيران من أن ممكن أن يكون هناك خطر من خلال معمل أبو شهر المعروف في تخصيب اليورانيوم. وهذا هو الهاجس الكويتي الذي رفع أكثر من كتاب إلى اللجان المختصة العالمية في أن على إيران أن تقدم ما يثبت سلامة مثل هذه المعامل النووية
والتي يعني مدى تحصينها؟ ومدى تحصينها. لذلك خطر يعني ليس ببعيد، ونحن نبعد ما يقارب 180 كيلو عن معمل بوشهر، وهو يعني معمل تخصيب اليورانيوم. يعني ما هي إجراءات السلامة والسيفتي الموجود في هذا المعمل، وما هي الضمانات لم تقدم إيران خلال فترة 6 سنوات وتأكيدها على تخصيب اليورانيوم في هذا المعمل أي شيء يثبت أن هناك إجراءات سلامة فعلية وإجراءات سلامة قوية تؤكد أن المعمل في بحصانة قوية وإجراءات سلامة يعني سليمة. لذلك هذا هو هاجس دولة الكويت وهاجس العراق أيضا وهاجس دول المنطقة من هذا المعمل، وربنا يستر. يعني احنا نتكلم عن زلزال يعني يبعد عننا ما يقارب 700 كيلو أصاب الناس بذعر، فما بالك في معمل ما يقارب 170 180 كيلو وهو معمل يخصب فيه اليورانيوم. لذلك أنا أشوف أن خطر جدا الوضع على الحكومة الكويتية وحكومة دول المنطقة المجاورة لإيران والعراق وما شابه أن تقدم احتجاج رسمي للمنظمات العالمية بالدفع باتجاه أن تؤكد إيران سلامة هذه المعامل بعد عدم قدرتها أو عدم يعني إثباتها ما يؤكد سلامة هذه المعامل. نعم، أيضا في خبر آخر في صحيفة الشرق الأوسط، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن من لا يعتقدون بجدوى الحل العسكري للصراع في سوريا عليهم أن يسحبوا قواتهم، بعدما قال الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والرئيسي والروسي عفوا فلاديمير بوتين أول أمس أنه لا حل عسكريا في سوريا. وقال أردوغان لصحفيين قبل أن يتوجه إلى روسيا: لدي مشكلة في فهم هذه التصريحات، إذا كان الحل العسكري خارج الحسابات فعلى من يقولون ذلك أن يسحبوا قواتهم. يعني بالأمس توجهت إحدى الصحفيات في من صحيفة تركية، توجهت بسؤال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الموضوع العسكري وما صرح به فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي بأن لا حل عسكري في سوريا. إذن ماذا تفعل القوات الأمريكية والروسية في سوريا؟ هو يعني تناقض غريب أن أمريكا أو الولايات المتحدة تقدم ما يقارب 25,000 جندي في سوريا، وروسيا ما يقارب أكثر من 5 و6 قواعد عسكرية، وبنفس الوقت تؤكد أن لا حل عسكري في سوريا. هذا تناقض فعلي، وأكد فيه أردوغان الرئيس التركي أن بعدم فهم هذه التصريحات. عدم فهم هذه التصريحات هي يعني أنا أشوفها تصريحات يعني مستعجلة وتصريحات غير منطقية. سوريا لا يزال هناك حل عسكري ولا يزال هناك يعني بالأمس في الأتارب 62 شخصا قتلوا في غارة روسية. في غارة روسية، لذلك يعني احنا نتكلم عن 24، يعني الولايات المتحدة أكدت أن هناك يعني خلال فترة الأزمة السورية يعني 24,000 جندي دخلوا وخرجوا من سوريا. هل ال 24,000 شو كانوا بيعملوا؟ يعني مثلا كانوا بيلعبوا كورة ولا يلعبوا مباراة؟ هي في النهاية حرب عسكرية وحرب يعني حرب طاحنة، حرب استخدمت فيها كافة الأسلحة، البراميل المتفجرة والطيران وكل هذا الأمر. لم ونحن نتحدث عن ما يقارب 7 سنوات، يعني ليست سنة أو سنتين. البراميل أو الطائرات هذه لا يقودها إلا رجل عسكري تخرج من الكلية العسكرية، فهذا تناقض عجيب وتصريح غير مفهوم وغير منطقي. نعم، أيضا في خبر آخر، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر لحوالي 300 فلسطيني يعيشون في شمال غور الأردن لإخلاء ممتلكاتهم من مناطق سكنهم. وقالت صحيفة الأيام الفلسطينية إن هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها من الفلسطينيين إخلاء بيوتهم استنادا لأمر بشأن مبان غير مرخصة خصص بالأساس لإخلاء مواقع استيطانية في الضفة الغربية. لم يعطي أمر الإخلاء شخصيا لأي فلسطيني من هؤلاء، بل قام الجنود بوضعه على الشارع القريب من بيوتهم. يحظر هذا الأمر تواجد أي شخص في المنطقة المحددة لأغراض البناء أو إدخال ممتلكات، وبأمر أو يأمر بإخلاء كل الممتلكات فيها خلال 8 أيام من موعد نشر التعليمات. أيضا فيما يتعلق بهذا الخبر، يعني في الفترة الأخيرة نلاحظ تصاعد من قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بموضوع التهجير والتهويد، ما الذي يساعدها على ذلك؟ يساعدها الظروف المحيطة فيها. الولايات المتحدة وإسرائيل تحديدا وهي متمثلة في الولايات المتحدة كانت تسعى لمثل هذه الظروف من خلال مئات وعشرات السنوات الماضية، كانت تبحث لمثل أن تكون هناك ظروف موائمة لها في الاستيطان وفي تمكينها من
وضع يدها على القدس وعلى نواحي فلسطين، لذلك الظروف مواتية لها. العرب بخلافات طاحنة فيما بينهم، الدول العربية مهمشة، المصالحة بين فتح وحماس، والمصالحة بين لا يعني من المصالحة أنا لا يعني ما أشوفها موجودة ومش موجودة مو مشكلة، وكانت هناك مصالحة في عام 2007 ولم تأتي ثمارها. لذلك إسرائيل لن تجد ظروف مواتية ومناسبة مثل الظروف اللي الحين احنا عايشينها. لذلك من مصلحتها أن تزيد من الاستيطان، من مصلحتها أن توسع من وجودها على فلسطين وتهجر الفلسطينيين. طبعا اكيد يعني شايف الوضع، يعني الوضع في العالم العربي والعالم الاسلامي يعني وضع لا يحسد عليه. استغلت هذه الفرصه، وهي من بحثت او من يعني اججت الوضع الى ان يوصل الى هذا الحال. نعم، ايضا في خبر اخر نقراه في صحيفه ديلي نيوز، ما قاله نائب الرئيس السابق جو بايدن من انه لا يغلق الباب امام تحدي الرئيس ترامب الذي رفضه في عام 2016. وقد سئل بايدن الذي ينظر بجديه في طرح محاوله لمواصله تركة إدارة دونالد أو أوباما في البيت الأبيض العام الماضي حول احتمال ترشحه في عام 2020، لكنه لم يقدم ردا نهائيا اليوم تاركا الاحتمال قائم. أيضا في صحيفة الحياة تناولت تصريحات زعيم إقليم كتالونيا المقال كارلس بوغديمونت بأنه قد يدرس حلا للأزمة السياسية في إسبانيا لا ينطوي على انفصال الإقليم، في تخفيف لموقفه الصارم المؤيد للاستقلال الذي كلفه منصبه الشهر الماضي. وأضاف أنه عمل على مدى 30 عاما على إيجاد طريقة أخرى لارتباط كتالونيا بإسبانيا كونه مواليا للاستقلال طوال عمره، لكن كارلوس لم يذكر تفاصيل عن نوع هذا الارتباط الذي يتحدث عنه. برأيك ما نوع هذا الارتباط الذي يتحدث عنه بوغديمونت؟ هو الارتباط لابد أن يعي أن دول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية والولايات المتحدة وروسيا أيضا لن ترضى بهذا الانفصال. فرنسا لديها هاجس، وإيطاليا لديها هاجس، وبلجيكا، وكل هذه الدول المحيطة في إسبانيا أو الجارة لإسبانيا والداخلة معها في اشتراكات في مصالح سياسية وتجارية لن تسمح بمثل هذا الانفصال. فعلى هذا الزعيم أن يعي أن جميع الدول المحيطة في إسبانيا لن ترضى بهذا الانفصال. وأيضا الدستور الإسباني حسب المادة 54 منه يرفض أن يكون يعني أن يعطي هذا الانفصال ما لم يوافق عليه رئيس الجمهورية أو الملك. قانون 155. أو 155. فلذلك أعتقد أن هذا ما يقصده أن يذهب مباشرة إلى الدستور، أن يكون هناك استفتاء شعبي فيما يخص هذه المادة. أنا أعتقد هذا ما يستطيع أن يبحث له أو 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 يكمن في هذه المادة. يبحث عن ثغر تعديل في هذه المادة 155. نعم، أنا أعتقد أن هذا ما يقصده يعني. نعم، مشاهدينا سننتقل الآن إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم للكاتب الصحفي عبد الوهاب بدر خان، نشرته صحيفة العرب تحت عنوان ملاحظات عربية على سنة أولى ترامبية. ويرى الكاتب في مقاله أن الأخطر كون السياسات التجريبية لإدارة ترامب لا تزال بعد عام على انتخابه غير واضحة بسبب سقوط خيار التقارب مع موسكو لا مستقرة بفعل صراعات المؤسسات والأجنحة والأجهزة. ورغم التهدئة في الفترة الأخيرة، فإن أزمة كالتالي كالتي تفجرت مع كوريا الشمالية أظهرت تخبطا في الخيارات بين البيت الأبيض والكونغرس والخارجية والبنتاغون، وحتى التوافق بين هذه المراجع على الاستراتيجية حيال إيران لا يبدو فاعلا بعد، لكن التركيز على منطقتي الشرق الأوسط والخليج كان الأكثر بروزا، خصوصا أن ترامب جعل من الحرب على الإرهاب البند الأول في سياسته من دون أن تكون لديه مقاربة مختلفة عما خططه جنرالات البنتاغون منذ عهد سلفه باراك أوباما. مشاهدينا ننتقل الآن إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. الكاريكاتير اخترناه من صحيفة فلسطين أونلاين.
ونعلق على هذا الكاريكاتير. إن الفروق قبل صالحة بين فتح وحماس كان هناك انقسام وكان هناك حصار. سينتقل الأمر ما بعد المصالحة إلى التمكين والحصار. التمكين هو؟ التمكين أنا أعتقد أن تمكين فتح وحماس من يعني من تقدم خطوات فيما يخص القضية الفلسطينية. هذا أعتقد يعني نعم. قراءتي. إذن مشاهدينا بهذا الكاريكاتير نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من ماشيت الصحافة. أشكر ضيفي الصحفي رشيد الفعم على تواجده معنا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.